السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل جمهور مصر وجمهور الزمالك منتظر رؤية الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي ضد النادي الأهلي، وماتش من الماتشات المهمة جدا جدا اللي بتتذكر ومبتتنساش في التاريخ. لحد دلوقتي جمهور الزمالك فاكر هدف الكابتن أيمن منصور في السوبر الإفريقي من حوالي بتاع 20 سنة، يعني رقم عمري تاريخ كبير جدا جدا جدا، او اكتر من كده كمان شوية. فالزمالك وجمهوره منتظرين اللقاء ده بفارغ الصبر، منتظرين الفرحة الكبيرة ليهم، خاصة ان انت بتكسب او بتفوز. لو ان شاء الله باذن الله قدر ربنا سبحانه وتعالى الفوز للزمالك، ان انت بتفوز على المنافس المباشر في لقاء قاري، بطولة قارية. وانا قلت وبقول وما زلت بقول ان الزمالك يا جماعة اسم كبير، الزمالك نادي كبير، الزمالك النادي الوحيد اللي يقدر ينافس الاهلي على كل البطولات سواء قارية او افريقية. ولما تيجي تبص وتراجع البطولات والتاريخ لحد فترة قريبة، كان الزمالك هو اللي فارق في بطولات افريقيا الاندية ابطال الدوري. لولا الظروف اللي بيمر بها الزمالك والمشاكل والازمات اللي بيمر بها الزمالك وتغيير مجالس الاداره وحل مجالس اداره ومجالس اداره بتروح ومجالس اداره بتيجي، كان الزمالك هو اللي فارق. كمان تضييع بعض البطولات المهمه جدا في تاريخنا واحنا موجودين واحنا مش موجودين، برضو دي من ضمن الحاجات اللي اثرت شويه وعملت الفارق والجاب ما بين الزمالك والاهلي في عدد البطولات الافريقيه، سواء على مستوى بطولات افريقيا، خاصه على مستوى بطولات افريقيا الانديه الدوري اللي كان الزمالك ليدنج 5، وبعد كده تعطل الزمالك كتير جدا بالمشاكل اللي حاصله، وبدا النادي الاهلي يبقى ليدنج في البطولات دي. عشان كده بنقول ايه، ان البطوله القاريه في منتهى الاهميه. لما تبقى بطوله محليه انت ما عندكش مشكله، بتخسر بتكسب مفيش، انما بطوله قاريه انت مش عايز الامور، انت صاحب اخر لقب سوبر افريقي ما بينك وما بين النادي الاهلي، ما بينك وما بين النادي الاهلي، عشان ما يقولش الناس ايه انت بتقول ايه يا عم طارق، لا ده الاهلي هو اللي حاصل على بطوله السوبر الاخير. لا انا بتكلم على المواجهات المباشره ما بين الزمالك والاهلي، لا انت يعتبر ليدنج على الاهلي في الحته دي، خاصه ان اخر سوبر افريقي كان على ايد الكابتن ايمن منصور والزمالك قدر يحسم السوبر الافريقي. طب النادي الاهلي خلاص النهارده اعلن القائمه بتاعته وسافر النادي الاهلي بكل لعيبته بصفقاته الجديده بالاسماء اللي هو منتظر، انما التشكيل بتاع النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا 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 محسوم وواضح بالنسبه لكل الجماهير. ما اعتقدش ان الراجل ممكن يعمل حاجه مختلفه في التشكيل الاساسي عن التشكيل اللي لعب بيه اخر ماتشين ضد جورماهيا، زي الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، يحيى عطيه الله، الثلاثه بتاع نص الملعب اكرم توفيق ومروان عطيه وامام عاشور، الثلاثي اللي قدام وسام ابو علي معاه حسين الشحات وبيرسي تاو، وده التشكيل الاقرب لبدايه لقاء النادي الاهلي. وانا بقول لك يا جماعه هم قوتهم بتتلخص في الحتتين اللي قدام، خاصه او الخطين اللي قدام، الخط اللي قدام يعني ما بينش حسين الشحات وسام ابو علي و بيرسيتاو، وعنده نص ملعب قوي جدا دفاعيا بتاع مروان عطيه واكرم توفيق ومعاهم امام عاشور، ودول من نوعيه اللعيبه اللي بتجري كتير قوي، عندهم طاقه وعندهم قدره ان هم يجروا بشكل قوي جدا في نص الملعب ويحاولوا ان هم يستحوذوا. طب هل الزمالك يبتدي الجيم ببدايه الباص من تحت زي ما جوميز معودنا ان هو بيبتدي جيم باس جيم من تحت، ان بيحاول يبني من تحت وبيبتدي يشتغل وينقل الكرة من خط لخط عشان يوصل بيها للخط الامامي، ولا هيختصر وقت ويعدي مسافة نص الملعب اللي هو عنده فيه نوعية لعيبة بتجري كتير جدا، ان انت تلعب الكرة الطويلة على سيف الجزيري ويبقى تحتيه الهافين مع اللعيب العشرة اللي هيلعب سواء عبد الله السعيد او ناصر ماهر، واليمين خلاص زيزو حاسم الامر، ناحية الشمال ما بين مشلاك وما بين مصطفى شلبي. كل الكلام ده كله حسابات داخل دماغ مستر جوميز. هل هيفاجئنا جوميز بحاجة حلوة نقدر نفرح بيها في بداية الماتش، ان نقدر نشتغل على الحتة ونأمن الحتة الدفاعية، ان انت ما تستقبلش بدري؟ طيب السيناريوهات كمان، انت لو انت استقبلت بدري جون ممكن السيناريوهات اللي في دماغك ايه؟ طب لو ربنا كرمك وقدرت تجيب جون في بداية الجيم برضو السيناريوهات اللي عندك ايه؟ لو قدرت ان انت ما جبتش والاهلي ما جابش ووصل الماتش لضربات الجزاء، تبقى حاطط سيناريو للكلام ده كله. عواد من افضل الحراس اللي بتضرب بتصد ضربات جزاء، هل ممكن يبقى ليه دور في الجيم في اخر الجيم لو وصلنا لمرحله ضربات الجزاء؟
طب لو ما وصلناش وقدرت تجيب جون برضه بعيد تاني، هل تقدر تأمن من بعد ما تحرز الهدف؟ خاصة ان انت لو جبت الهدف في النص الاولاني من الشوط الثاني، الكلام ده كله حسابات في دماغ جوميز، لازم يبقى هو عامل لها سيناريوهات في دماغه. انا لو ابتديت وربنا كرمني وجبت جون، لو ابتديت لو لا قدر الله جه فيا جون، لو مشي الجيم درو لاخر شويه او اخر الفتره، معدلات اللياقه البدنيه بتاعتي عاليه ولا مش عاليه، تقدر تكمل ال 90 دقيقه، والماتش يا جماعه هو 90 دقيقه وبعد كده ضربات جزاء على طول، مفيش ان انت تروح للاكسترا تايم، فانت اوريدي ال 90 دقيقه تقدر تموت نفسك فيهم، ما تحتفظ بمجهودك البدني ل ال 120 دقيقة، فانت اوريدي مختصر حوالي بتاع نص ساعة من الجيم مع الوقت البدل الضايع، يبقى انت عندك مساحة ان انت تقدر تطلع كل المجهود اللي عندك. كل دي سيناريوهات يا جماعة في دماغ مستر جوميز وجهازه الفني، انما خلصت الكلام كله هتلعب بروحه بقلب ولا لا؟ وانا اعتقد ان اللعيبه مستعديه نفسيا، عندها استعداد نفسي، وده الكلام اللي قاله شيكابالا، قال لهم قبل كده، قالوا الاهلي احسن، وان شاء الله باذن الله خليهم يقولوا زي ما هم عايزين، انما احنا ان شاء الله هنرجع بالكاس. وده كلام شيكا وكلام اللعيبه، واللعيبه مركزه واللعيبه واخده الماتش بمنتهى الاهميه، لان دي بطوله قاريه، انت محتاج ان انت تكسر حاجز البطولات القاريه ما بينك وما بين النادي الاهلي، خاصه في بطوله السوبر، وانت يا جماعه اخر نادي فايز على النادي الاهلي في بطولات السوبر، خاصه المواجهات المباشره ما بينك وما بين النادي الاهلي، انت كسبان النادي الاهلي في بطوله السوبر بتاع الكابتن ايمن منصور، وده كانت بطولة كل مصر شافتها وكل مصر اتفرجت عليها، الجيل بتاعنا او الاجيال اللي اكبر مننا بشوية او الاجيال اللي اصغر مننا بحاجات بسيطة، كلنا حضرنا الماتش ده، والكابتن ايمن منصور قدر يحرز هدف في السوبر الافريقي وكان في جوهانسبرج، وقدرنا نكسب ونحصل على بطولة السوبر، فانت اوريدي في بطولة السوبر ما لعبتهمش تاني، هم كسبينك في بطولة افريقيا الاندية ابطال الدوري في اخر بطولة 2020، فانت اوريدي يا جماعة في منافسة قوية جدا ما بين الزمالك، والزمالك كان ليدين كتير جدا من فترة اللي هي قبل ما يحصل بقى العك وتغيير مجالس ادارة وحل مجالس ادارة، والزمالك كان ليدين، كان حاصل على 5 بطولات والاهلي كان 2، فانت كنت فارق، هم بدأوا يفرقوا عنك، فانت محتاج ان انت ترجع تاني للكلام ده كله، محتاج ان انا بقول لك بس حاجات من التاريخ بسيطة عشان الناس تبقى واثقة في نفسها. الزمالك طول عمره هو البطولات الافريقية دي هو السيد افريقيا، الاهلي بقى راكب دلوقتي او بقى هو ليدينج دلوقتي، الكلام ده كله يا جماعة تقدر تغيره ببداية ماتش زي ده، ان انت تحط رجلك تاني وتكسب النادي الاهلي وتحط، وده دور اللعيبة وده دور شيكابالا. عشان كده شيكابالا لما اتكلم مع اللعيبه واتكلم مع مجلس الاداره كان موجه كلام ان يخلي اللي يقول ان هم احسن ولا هم افضل ولا لا، احنا لينا ان احنا لما نرجع ان شاء الله باذن الله نرجع بالكاس، وده وعد بيه شيكابالا جمهور الزمالك، ومنتظرين الوفاء بالوعد من كل نجوم الزمالك. جمهور الزمالك منتظر منكم الوفاء بالوعد، صدقوني انتوا قادرين، صدقوني انتوا تقدروا ان انتوا تعدوا الماتش ده وتكسبوا ان شاء الله باذن الله. انما كانش كبالة ليه تعليق بسيط جدا 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 خاص بيه، ان انتوا ادعموا اللعيبه نفسيا ومعنويا اعلاميا كل حاجه، زائد ان انت السنه الجديده هتبتدي يبقى لازم تخلص كل المستحقات، وانا اعتقد قبل ما يسافروا ان مجلس إدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه قدر يسد جزء كبير جدا من المستحقات اللي موجودة على اللعيبة عن الموسم اللي فات، فاضل حاجات بسيطة جدا في المستحقات دي خاصة بيه، الشروط الخاصة اللي ما بين اللعيبة وما بين النادي، والشروط الخاصة دي مثلا على سبيل المثال لعيب لو خدت هداف دوري انت ليك مثلا كام، لو مش زي دي 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 شروط خاصة في العقود بتتكتب عن ما بين اللعيب والنادي، مش خاصة بالتعاقد اللي هو المادي المقابل المادي عن السنوي الخاص باللعيب. فعشان كده بنقول ايه؟ بنقول الزمالك خلاص سدد الفلوس المستحقات العادية بتاعت اللعيبة مع نادي الزمالك، فاضل ايه؟ فاضل الشروط الخاصة، ودي حاجات ان شاء الله بإذن الله مجلس الإدارة يخلصها الفترة الجاية، ويبتدي كمان يسدد الفلوس عن الموسم الجديد، وان شاء الله بإذن الله مجرد ان انت بتخلص حاجة حاجة نادي الزمالك مش هيبقى مديون بأرقام كبيرة، نادي الزمالك يقدر بعد كده يعمل صفقات، ومن الموارد اللي جاية ومن الرعايات اللي موجودة دلوقتي عن المواسم الجديدة، الموسم الجديد ضخ فلوس كتيره للنادي، تقدر تجيب بيه صفقات كويسه مع اللعيبه اللي موجوده مع الناس اللي انضمت السنه دي، وان شاء الله باذن الله يقدروا يعملوا حاجه كويسه ليه باسم
نادي الزمالك في الفترات اللي جايه. نادي الزمالك كمان بيفكر او بيحاول ان هو يشوف مين الانديه اللي تعنتت معاه، هيتم اللي تعاونت معاه هيتم التعاون معاهم ما بين صفقات تبادليه وما بين دعم، وهيبقى فيه وقفه مع بعض الانديه اللي تعنتت معاها النادي في انهاء بعض الصفقات الخاصه به نادي الزمالك اللي طلبها نادي الزمالك من الانديه دي، وقفلت باب التعاون مع الزمالك تماما ورفضت التفريط. وانا قلت الكلام ده في لاعبيها رغم تقديم بعض او تقدمهم بطلبات رسميه من اللعيبه دي للتنازل عن جزء كبير من مستحقاتهم من اجل اللعب للزمالك، وده سبب انتماءات رؤساء بعض الانديه او بعض هذه الانديه اللي هي خلت ان انتمائهم ما يعني زاد شويه عن الحد، وقدروا يخلوا الزمالك ما يبقاش او ما يعرفش يخلص الصفقات دي بناء على عينيه نادي الزمالك. هيشوف مين تعاون معاه ومين ما تعاونش معاه، وهيبتدي في الفتره الجايه يفرز الانديه دي ويحاول يتعاون معاهم في الفتره اللي جايه، خاص بالصفقات وخاص بان الزمالك يدي مين اعارات ما يديش مين اعارات، يخلص لعيبه هنا يخلص لعيبه هنا. الكلام ده كله يا جماعه نادي الزمالك بيدرسه بشكل كويس جدا. نادي الزمالك كمان داخل على حاجات مهمه جدا هيعملها في بعض السوبر خاصه ببعض الامور التنظيمية لنادي الزمالك، وان شاء الله بإذن الله هتسمع اخبار كويسة جدا هتعجب جمهور الزمالك وهتريح جمهور الزمالك. انما الاساس والاصل عندنا هو بطولة السوبر الافريقي اللي منتظرينه ومنتظرين الفرحة فيه والمنتظرين الفرحة بيه. ان شاء الله بإذن الله يقدر جمهور يقدر لعيبة نادي الزمالك ان هم يفرحونا ويريحونا ويبسطونا ويبسطوا جمهور الزمالك، ونرجع ببطولة السوبر من السعودية مرفوع راسنا ان شاء الله بإذن الله. كابتن حسام حسن هو اللي هيحدد لقاء السوبر المصري في الفترة اللي جاية. خلينا نتفق ان السوبر المصري كان او اتقال ان هو اتأجل مدة، وده امر في منتهى الاهمية بالنسبة لجمهور الزمالك يعرفه جمهور الكرة المصرية. انما اصر الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على اقامة بطولة السوبر المصري المقرر له في الامارات خلال الفترة من 20 ل 24 اكتوبر. هو بيقول لك ان خد بالك بطولة السوبر اتأجلت بسبب او يعني اتاجلت بسبب المواعيد ومش المواعيد والكلام ده كله، عشان الانديه كانت حدد لها مواعيد بطوله افريقيا، سواء بطوله افريقيا النادي الاهلي وبيراميدز او بطوله الكونفدراليه الزمالك والمصري. طب جه رجع الكلام ان الماتشات دي اتاجلت بسبب وجود بطوله كاس الامم الافريقيه المحليين، بناء عليه الماتشات اللي هي بتاعت افريقيا في الفتره من 20 او من 19 او من 18 لحد يوم 31 اتاجلت كلها. هيبقى فاضل ماتش واحد للنادي الاهلي في بطوله الانتر كونتيننتال ضد نادي العين الاماراتي. بناء عليه الكابتن حسام حسن قال لك يا جماعه طب ايه المانع ان احنا نعمل بطوله السوبر في الفتره من 20 لحد 24، نخلص الماتش ده او بطوله السوبر المصري في الفتره دي، وبناء عليه النادي الاهلي يروح يلعب الانتر كونتيننتال، وبعديها اخد انا اللعيبه اعمل معسكر من يوم 11، معسكر منتخب هيبدا اول اكتوبر والمباراتين 11 و15. فالكابتن حسام عايز يخلص النادي الاهلي ماتش السوبر او ماتش الانتر كونتيننتال بعد لقاءات السوبر المصري، وبناء عليه يبتدي يجمع اللعيبه اول اكتوبر ويشتغل معاهم لمده 10 ايام، ويبتدي اول ماتش ليه مع موريتانيا رايح جاي في تصفيات كاس العالم ليوم 11 و15 اكتوبر. فهنا كابتن حسام حسن هو اللي بيحدد وهو اللي بيتكلم في موضوع ان ما دام اتحلت وكده لقاءات افريقيا سواء للاهلي او الزمالك او الزمالك والاهلي ومعاهم المصري ومعاهم البيراميدز اتاجلت، يبقى ما فيش مانع ان انا احط السوبر في الوقت ده وما اخدش من التوقيتات اللي جايه في الفتره اللي جايه، وبعديه النادي الاهلي يروح يلعب بطوله الانتر كونتيننتال، وبعديه يبقى انا عندي مساحه كويسه جدا اشتغل مع منتخب مصر للاستعداد لتصفيات كاس العالم ضد موريتانيا الماتشين. طب ده ميعاد مبدئي، انا ما قلتش اتحدد، بس هو الراجل عايز يعمل كده، كابتن حسام عايز يفكر في كده، الانديه هتوافق، النادي الاهلي هيوافق، النادي الاهلي عايز 5 ايام فرق ما بين ماتش نهائي السوبر المصري وما بين بطولة الانتر كونتيننتال اللي هو يوم 29 اكتوبر. هل الزمالك الاهلي او اتحاد الكورة هيوافق للكابتن حسام وللاندية ان هم يلعبوا السوبر في المواعيد دي؟ هل المواعيد دي هتبقى فرصة كبيرة جدا؟ خد بالك النادي الاهلي والزمالك والاندية دي بعد ما تخلص بطولة السوبر الافريقي زمالك واهلي في ناس هتريح، في انديه هتريح هتاخد 10 ايام،
يبقى انت هتبتدي فترة اعداد من جديد تاني عشان تستعد لبطولة السوبر تاني لو اتحدد ميعادها فعلا يوم 24، من يوم 22 ليوم 24. انت هتخلص الماتش بتاعك 27، هيبقى قدامك 4 ايام على يوم 30 او بداية شهر اكتوبر، وهيبقى قدامك ليوم 31 او 29 بطولة الانتر كونتيننتال، هيبقى قدامك مدة كبيرة جدا. ممكن تاخد 4 ايام 5 ايام اجازة وتبتدي تشتغل، يكون اللعيبة ما بعدتش بشكل كبير جدا عن لقاءات او عن الفترة بتاعت الراحة بتاعتك، وفي نفس الوقت تبقى انت مستعد بشكل كويس جدا. كده انا اديتك تفاصيل كاملة عن اللي ممكن يحصل في الفترة اللي جاية الخاصة ببطولات او ازاي بطولة السوبر هتتم ولا مش هتتم. وتاني نرجع تاني نقول ان شاء الله باذن الله بامر الله رجالة الزمالك منتظرينكم، منتظرين قلبكم وروحكم وقتالكم للقاء، كلنا عشان كبير في ربنا جدا، عشمانين في ربنا بشكل كبير جدا ان انتوا تبقوا موفقين وتقدروا تفرحونا يوم بطولة السوبر الافريقي ضد النادي الاهلي. من هنا خلصت الفيديو، كل تحيه لكم، كل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.